انت شكلك عارف ان المنافسه شغاله برضو يعني. فعلا مصر داخله في كل الحاجات ولكن بانتظام علشان لا يشعر كل اشقائنا ان مصر راجعه عشان تستحوذ. لا مصر راجعه تجود وتجود لا وبتعمل لشعبك صح. بتعمل طبعا ما انا بقول لحضرتك وانت لما جبت الدوري الافريقي ده ما انت بتعمل لشعبك. وانت لما جبت تصفيات كاس العالم ما انت بتعمل لشعبك. لا دي مهمه يعني. الدوري السنه دي الناس كانت في السنين اللي فاتت تتكلم ان مش كل المباريات بالاتش دي، مش كل المباريات الكاميرات. الدوري السنه دي كله هو بقى كاس العالم بقى كده. في جميع المباريات الصراحه التطور كبير. السنه اللي فاتت يمكن كان دخول متاخر مباراه في كاس العالم للانديه، ورغم كده الناس اتبسطت لما حصلنا على الحقوق الارضيه وقتها من بدايه مباراه الفريق الامريكي اللي لعبناه سياتل، بعد كده ريال مدريد. ايوه تطور البث الارضي طبعا الامور مش سهله ان الناس كلها يبقى عندها التردد الارضي، ولكن ده مهم. ليه؟ لان دي حقوق انت تقدر تاخدها بمبالغ اقل عشان خاطر الناس عندك تشتغل لك. انت النهارده مثلا مباراه الاهلي بنسبه 99% لعب اتحاد جده بنسبه 99%. تخيل النهارده مراكز المباراه تبقى فيهم اجازه، مراكز الشباب في مصر ينزل فيها فنيين، ان ازاي انت القنوات يبقى فيها التردد بتاع تايم سبورتس اللي هي القناه الارضيه باستوديو تحليلي باعلاناتك بحاجاتك. النهارده فعلا وجود كاس العالم للانديه في القنوات الارضيه هيخلق حاله حلوه جدا. اعتقد ان استاذ يعني لا استاذ اسامه الشيخ اللي انا اعرفه من في مفاوضاته راجل يعني بيعرف يتفاوض على الحقوق دي كويس، وازاي ان هو جاب الدوري الافريقي بشكل جميل جدا. طبعا استاذ اسامه وكل حاجه لا انا اقصد سلمان، لكن هي الدوله المصريه لا يعني المثاله في الشركه القيادات. بص يا استاذ عصام، البث الارضي الناس ابتدت ترتبط بيه بدايه من امم افريقيا اللي هي كانت 2019 اللي احنا نظمناها هنا، كل مباريات فري، فناس ابتدت ترجع. طب لا طب ما بس ارضي موجود وكويس. مباريات النادي الاهلي اللي هي الهوم فدوري ابطال افريقيا كلها تبث على البث الارضي، والزمالك واي فريق مصري او اي منتخب على ارضك بتقدر تاخده. فانت النهارده دي حقوق تقدر النهارده تجيبها يعني. طيب. وتستفيد بيها، وللامانه هنكسب كتير. نتمنى ان شاء الله.